صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الذكر الذي يقال بعد صلاتي الفجر والمغرب وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، والسؤال: هل كلمة يحيي ويميت زيادة ثابتة في الذكر؟ نعم، هو سبحانه يحيي ويميت، وزيادتها خير، زيادة خير، وهو من صفات الله، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت. نعم.